بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله اليوم باش نقدم لكم أكلة خفيفة، يعني هو فلفل محشي. كما شفتوا حضرنا فلفل، معناه اخترنا كعبات خشين شوية باش نحشوهم. هذا فلفل محشي باش نطيبوه مش في الفرن، باش نطيبوه على النار عادي كما نطيبوه أي حاجة. الخليط اللي باش نستحقوه هو لحم مفروم، لحم بقري، معدنوس، ربطة معدنوس، 3 حبات بصل فرمناهم. هنا عندنا هريسة عربي ومعناها نص راس ثوم، مش راس كامل، مغرفتين طماطم، فنجان زيت، ولف هذا الكل بالطبيعة باش نستعملوه من ملح الفلفل الأكحل، الكركم، التابلو كروية، وعندنا نعناع، نعناع شايح أخضر. تو أول حاجة باش نبداو بها نحضروا الخليط اللي باش نستعملوه اليوم. نحضروا باش يلزمنا الخليط نعمله حاجه اللي اللفاحات كلها تدخل في المكونات، باش نتاكدوا ان يعني اللفاحات نتاعنا تتحلى الكل. اول حاجه نبداو بها ناخذ الزيت نحطوه، نجيبوا الطماطم نتاعنا نحلوها فك الزيت هذيك، نحلوها بالكدا، هذه الطماطم نتاعنا نحلوها بالكدا، نضيفوا لها الثوم والهريسه، خاطر الطماطم مرات كان ما نحلوهاش بالكدا نلقاوها تقعد طروف ما تحلتش، يعني نلقاوها في وسط الخليط تقعد صحيحه. هنا خدينا باش ناخذ الثوم والهريسه العربي، الثوم والهريسه العربي خلطوهم كيف كيف بالكدا بالكدا فيها، ونبداو نحطو اللفاحات نتاعنا بشوي بشوي، كل مرة نوع من اللفاح. هذه التابل الكروية، مغرفة يعني التابل الكروية، فلفل أكحل منستعملوش برشا، رشة خفيفة. هذا الكركم تم حتى هو شوية، وهنا عنا الملح، بقالنا كان النعناع تو باش نستعملوه. إذا نعناع مرحي شايح، نحطو البصل نتاعنا اللي حضرناه، شفتوه 3 حبات بصل، معناها 3 روس بصل. نزيدو نخلطو فك الخليط بالكدا باش نتأكدو لي اللفاحات الكل استعملناهم كل خلطناهم في بعضهم، وتو نحطو اللحم بشوي بشوي، كل مرة نحطو طريف اللحم، يعني هندخلوه اللحم، نحاولو ندخلوه في الخليط هذا ونزل. هذا اللحم الكل حطيناه، خلطوه مليح باش يدخل في الخليط، نتأكدوا اللفاحات الكل دخلت فيه وهو تحل في وسطهم. ردوا بالنا نشوفوا من قاعد شطر في اللحم هكاكا كله باش نخلطوه في بعضه. وهذه المحشي هذي نعمل فيه الروز، راهو انا ما وريتكمش الروز، ما بحضرته ولا محاله ما وريته لكمش. معنا معناها كوب من الروز هذا غسلناه حضرناه باش نخلطو فيه. نتأكدوا من اللحم نتاعنا الكل تحل، كله تحل مع بعضه الكل،
حل في الخليط بالبداء، ونحطوا المعدنوس، ندير المعدنوس اللي حضرناه، معنا 300 غرام لحم مفروم، ربطة معدنوس، 3 رؤوس بصل، نص راس ثوم، ولفاحات الكل، معناها زيت، طماطم، هريسة، ملح، فلفل أكحل، تابلو، كروية، وشوية نعناع شايح. كان عندنا نعناع طري نعمل نقصو كيما المعدنوس، كيبدا معناش نحطو نعناع شايح. هذا الخليط يعني كل الطريقة هذه نعملوها باش لفحات الكليكة تتحل في تدخل في اللحم، ما تقعدش كل حاجة مكعبرة وحدها، مثال الطماطم مكعبر ولا الهريسة ولا اللحم ما يدخلوش فاح، ولا يعني نتأكدوا كل شيء الخليط كلنا كله مفوح كيف كيف، يعني كل مرة ردوا بينا شوفوا نلقاوش طرف اللحم ما تحلش. وتو باش نضيفو كوب روز نظفناه وغسلناه، باش نضيفوهولو، كما شفتوا تو الخليط تحصلنا عليه كامل. خلطناها في بعضها، ضفناها الثوم والبصل ومن بعد اللحم والمعدنوس والروس، هذا خليط حاضر. تو باش نشوفوا عملية الفلفل كيفاش باش نحضروه. نجيبوا الساعة الوعاء اللي باش نطيبوا فيه، باش نطيبوا فيه هذا الوعاء. كيفاش باش نعملوا الفلفل؟ هذا الفلفل نتاعنا، نجيو نخفوا الراس بالطريقة هذه، هذا الراس قصيناه، نحو الزريعة اللي فيه، نحضروا القرون نتاعنا بالطريقة هذه، باش ناخذوا اللي قصيناهم هذوما باش نحطوهم في القاع نتاع الطاجين، يعني احنا باش نقصوا بالطريقة هاكي لين يتعبى الطاجين. نحضروا الكعبات اللي باش نحشوهم، وهذا نحو العمق نتاع الفلفل، والدايره هذه نخلوها هكا هنا، نحضروها في نحاولوا ننظفوه كل المزريعه اللي فيه. نفس الشيء باش نحو الوردة هذه اللي في الوسط، وناخذوا هذه ونحطوها. بالنسبة للفلفل الكل باش نديرو له بالطريقة هذيك لين نكملو الفلفل نتاعنا. نجيو نحو الوردة هذه ونختاروا القرون، معنا ناخذ فلفل حلو، اللي يحب حار ينجم يعمل حار، احنا اخترناه فلفل حلو ومتساويين في الحجم، يعني نحاولوا ناخذهم متساويين. هي طريقة سهلة يعني مش صعيبة برشا ومفيدة معناها.
نفس الطريقة استعملوها. نتاعنا حاضر، يعني فرغناه الكل. طب باش نبداو نعبوه، نعبوه بشوي بشوي. منخلوش فراغات، نحاول نعبوه بالكدا. نبدأ نحط رصفوه في الطبق اللي حضرناه. نوسعو بينا شوي، نجمو نحشو معناها قرع ولا طماطم ولا بصل ولا يعني أي خضرة نحبو نحشوها، يعني مش ضروري كان فلفل، يعني نجمو نحشو أي حاجة. الخضر الكل نجمو نستعملوها بالطريقة هاي. يعني نفس الطريقة، حتى طماطم ولا بوتنجيلة ولا قرع ماذا بينا نحطو ديما حاجة في القاع باش كي تشد معناها الحاجة ما تشدش الفلفل.
الطبق نتاعنا جاهز كيما شفتوه. هذا القرن، هذا الطاجين نتاعنا حضر. شنو باش نعملو توا؟ ناخذ طريف ماء فيه شويه ملح، ملح نخلطه مليح. يعني شوية ماء بالملح هكا نغطي. نعمل الصينية هذه الأولى ومن بعد الغطاء متاعها هاي ونحطها على النار. هذا الفلفل متاعنا اللي حطيناه خنطلو عليه يعني ونوصل كيما شفتوه هكا غلاب الكدا. شفتوا حبة الروز طابت، أنا الفلفل نتاعنا جاهز طايب وريحته فاوحة، وحبة الروز شفتوها كلها، حبة الروز كلها طايبة بالكدا. الفلفل طاب طيب، باش نروحو نقدموه إن شاء الله. تو هذا الفلفل نتاعنا كما شفتوه ما حطيناه على النار هادية على الغاز وطاب بالكدا. كي غطيناه بك الصينية يعني يقعد متماسك مع بعضه، ما يتحلش ما يبعدش على بعضه، يشد بقعته بالكدا ساعة غربة على نار هادية. هاو كما تشوفوه معناها وبنين برشا وطايب، معناها نهزوه بالكعبة. يعني معناها القشور اللي حطيناهم هذوكم اللي شدوا باش القشره نتاع الفلفل ما تحرقش، تاكل القشور هذيك اللي تمنعوا ما كيما شفتوه. هذا الفلفل نتاعنا جاهز كما تشوفوا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. يعني هاك الصينية اللي حطيناها باش غطيناه تخليه متماسك، تخليه متماسك ببعضه. هذا الفلفل جاهز كما شفتوه، نجمو ناكلوه بالطريقة هذه، يعني يعتبر وجبة كاملة. ونجمو نضيفو معاها شوية خضار، معناها شوية سلطة كما تشوفوا هكا، شوية فقوس وطماطم وبصل، يعني تولي وجبة متكاملة خاطر فيه كل شيء سبحان الله. وإن شاء الله تجربوا ويعجبكم.